اهلا بيكم. كل واحد فينا، كل الناس في العالم العربي معرضين لمشاكل في ظهرهم، انزلاقات غضروفيه، مشاكل في الاعصاب، الام. لكن في ناس شغلانتهم يعني تؤكد او تجعل من الاصابه بمشاكل في العمود الفقري امر حتمي، امر يعني شبه قريب جدا. منهم مثلا سائق الشاحنات بسوق عربيه النقل التقيل، عربيات النقل، الهزات اللي في العربيه. وكمان على فكره معظم اللي بيسوق عربيات النقل التقيل بيشيلوا اوزان تقيله، يعني لازم يكونوا ذو بنيه خاصه جدا عشان هيتعرضوا احيانا لانه عايز يبدل كاوتش تقيل جدا، لازم يكون هو نفسه بدنيا قوي جدا. ودول بيحصل لهم كتير، منهم بيحصل لهم انزلاقات غضروفيه. ناس تانية، الناس هتستغربوا، على النقيض اللي بيشتغلوا اعمال مكتبيه، ضعف عضلات البطن وضعف عضلات الظهر وضعف عضلاتهم عموما، اللي بيشتغلوا اعمال مكتبيه، الفرونت اوفيس والناس اللي قاعدين على المكاتب على طول، تلاقيهم يشتكوا من انزلاقات غضروفيه لانهم فجاه بيتعرضوا لمشاكل لما يشيل حاجه وهو ما عندوش عضلات، فبالتالي بيعرض العمود الفقري صدمه. كمان الناس اللي بيشتغلوا شغلهم معتمد على الحمل، حمالين اللي بيبيعوا انابيب، طبعا مشهور قوي، كان زمان في مشهد بائع الخبز اللي هو كان بيمشي سايق عجله وحاطط على دماغه، اللي كان ده المشهد بتاع زمان قوي، ده ما فيش دلوقتي الناس بتعمل الحركه دي، بس في الفلاحين ما زالت الست المشهوره اللي بتشيله على دماغها قفص فيه ما لذ وطاب من الطيور ورايحه تبيعه في السوق، ما زال موجود لغايه دلوقتي. الستات عموما لسه لغايه دلوقتي بيشيلوا حاجات، يعني في بلاد الارياف وفي بلاد في الحتت الشعبيه بيشيلوا على دماغهم، ده في منتهى الخطوره، شيل على الدماغ ده غريب جدا. عمال البنى عموما بيشيلوا على دماغهم، عمال البنى بتبص ليه شايل القصعة بتاعت الحاجه سواء على ظهره او على كتفه او على دماغه، في منتهى الخطوره على الفقرات العنقيه والقطنيه. كمان في الشيل التقيل بقى، او الشيل في الجيم لو شال غلط، والجيم ده بقى مخيف جدا، لانك انت لما بتروح الجيم خصوصا في بدايتك ترايح مفيش عضلات، مفيش تكوين عضلي قوي، وبتروح تتمرن، دخلت لو مفيش مشرف عليك انت في خطر شديد جدا. ليه؟ لانك ممكن تتمرن جنب واحد كتلته العضليه اكبر منك، واحنا عارفين انه ساعات العقليه بتكون عقليه التنافس بتكون مخيفه مخطئه، فتدخل معاه في يعني انا هشيلك زيك بالظبط، او انت على الجهاز بتشيل كذا انا هشيل زيك، هوب يحصل انزلاق غضروفي، هوب دي بتحصل كتير قوي. وطبعا يعني من اخطر الحاجات ان انت تلعب مع حد مش مساوي لك في قدراته البدنيه، فهنا ممكن يضرك جدا جدا، سواء في حمل نفس الثقل او في نفس الجهاز بنفس الحمل التدريبي بتاعه. فمنتهى الخطوره ان احنا نروح الجيم مش تحت اشراف ترينر مدرب معتمد او مدرب فاهم حالتك عامله ازاي بالظبط. النهارده لقاء مهم جدا نتكلم فيه على كل ما يتعلق بالظهر بالغضاريف بغيرها في عالم جراحات المخ والاعصاب. النهارده ضيف العزيز واسم قدير واسم بارز في هذا المجال، بيسعدني جدا انه يكون ضيف اليوم، هو الاستاذ الدكتور احمد علي خليل، استشاري واستاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، صاحب دكتوراه جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، عضو الجمعيه المصريه لجراحات المخ والاعصاب، واحد من الاسماء القديره في هذا المجال. اهلا بك يا استاذ، منور الناس حضرتك. الاول يعني كلمنا عن شكوى لكتير جدا من الناس دلوقتي، وهو الم الظهر. الم الظهر كل الناس بتشكله، كل الناس يقول لك ظهري بيوجعني، خصوصا لما يعرفوا ان هم قاعدين مع دكتور جراحات مخ واعصاب مثلا. بص يا حضرتك دكتور ايمن، هو الم الظهر مفيش حد ما اشتكاش بيه، يعني تقريبا يعني لما عملوا ابحاث قالوا ان هو غالبا كل المواطنين وكل الناس في كل حته اشتكوا الم في الظهر. هو المريض بيجي له الم في الظهر، زي ما حضرتك قلت الاسباب كتير، شال حاجه تقيله، طريقه نوم غلط، رفع وزن مش المفروض ان هو يشيل الوزن ده، اتعامل بطريقه في الحياه العاديه بوضع معين ابتدى يجي له الم في الظهر. طيب هو الم الظهر ده هو دايما بيجي المريض بيقول يا دكتور انا عندي وجع في ظهري، فالم الظهر ده بيبقى الم بيبقى اسفل الظهر في خلف الظهر. طيب بقول له والله اطمن، هو موضوع الالم ده هو الم في ظهرك بس ولا الم مسمع في رجلك؟
طيب الم في ظهرك، الالم ده جه امتى؟ نبتدي ناخد الهيستوري او تاريخ المرض من المريض، نقول له، يقول والله انا حضرتك انا كنت ماشي ورفعت حاجه تقيله من على الارض وابتدى يجي لي وجع في ظهري. يعني لا ده انا كنت نايم وانا بقوم قومه غلط من على السرير ابتدى يجي لي وجع في ظهري. في زي ما حضرتك برضو اشرت ان في اصحاب المهن سواق بيسوق لفتره طويله جدا، قاعد على الشاحنه بيسوق ما بين المحافظات البعيده وما بين الدول، ابتدى يجي لي وجع في ظهره. ممكن ده الالم ده يبقى الم حاد او الم مزمن، يعني بيشتكي مثلا من اسبوع من اسبوعين، حضرتك بيشتكي من شهر من شهرين من ثلاثة، ابتدى يشتكي بألم في ظهره. حضرتك هو موظف وقاعد على مكتب بيقعد بالعشر ساعات، طب بتقوم في النص؟ لا مش بقوم، انا قاعد عشر ساعات. فتبتدي زي ما حضرتك برضو اشرت ان المسلز بتاعت الباك او عضلات الظهر تبقى ضعيفة، مش بتعمل تمارين، ما بتتحركش، يبتدي يجيله وجع في ظهره. في مثلا زي ما حضرتك قلت ان في واحد اعتاد ان هو يشيل على دماغه حاجات بتعمل لود على العمود الفقري كله، يبتدى يجيله وجع في اسفل الظهر. واحد كان راكب عربيه او موتوسيكل وعامل حادث، ابتدى يجيله وجع في ظهره، يجيله تقلصات في العضلات، يجيله سبرين في الماسلز بتاعه الباك، ابتدى يجيله وجع في ظهره. يبتدي المريض يشتكي، طيب انت الشكوى بتاعتك دي في الظهر بس ولا ابتدى تسمع في حته ثانيه؟ يقول لي والله لا في الظهر بس. اقول له طب خلاص احنا كده اطمن، خدنا هيستوري منه كويس، عرفنا ايه الاسباب، لانه حضرتك زي ما حضرتك عارف ان الهيستوري ده بيترتب عليه حوالي ما يقلش عن 70% من التشخيص. تاريخ يعني المرض اللي تاريخ احنا كلام المريض اللي بنسمعه المريض ونسمعه، طب بالراحه بس عليا، طب قول لي الاعراض ايه بالظبط، طب بدا امتى، طب ايه الشكوى، طب ظهر ازاي، يبدا ان انا اخد منه التاريخ المرضي، ده مهم جدا. وابتدي ان انا ولا وجع في الظهر بس او لا اطمن ان شاء الله الموضوع بسيط، ده غالبا احد الاسباب الاتية. طالما ما ابتداش وجع يسمع في الرجل، لا اطمن ان شاء الله الموضوع بسيط. بعد ما ناخد الهيستوري ونعرف اسباب الام العمود الفقري، نبتدي ان احنا نعرف ايه الشكوى الثانيه. طيب لا يا دكتور ده انا بشتكي ليا فتره كبيره، من اسبوع من اسبوعين من ثلاثه من ثلاث شهور، لا عندي وجع في ظهري شديد، الوجع ده بيزيد مع الوقت. لا ده ابتدى يسمع في رجلي، ويبتدي نتطرق للاعراض لما بعد الام الظهر. عندي الم في رجل اليمين، في رجل الشمال، لا ده ابتدى يجي معاه تنميل، اللي هو تعرف عليه ما بيننا كالاسم الدارج. يجي المريض يقول لي انا عندي عرق النسا، اقول له لا هو اسمه عرق النسا، اللي هو الالم المصاحب لعصب النسا، اللي هو العصب اللي طالع من الضفيره العصبيه من الظهر، اللي مسؤول عن الاحساس والحركه في القدمين السفليين. يبتدي يقول لي انا جالي عرق النسا او الا والتهاب في عصب النسا، الم ماشي خلف الرجل، قد يكون يقف لغايه الفخذ بس، قد يعدي الركبه وينزل تحت، ويبتدي بعد كده يسمع معاه بألم في الرجل الثانية، ويبتدي في الرجلين التانيين. طيب يبقى حضرتك ألم في الظهر مع ألم في الرجل أول ورجل تانية، خلاص الرجل الأولى والرجل التانية، مع يبتدي بعد كده في تنميل في الرجل. في بعض الأحيان الموضوع بيقف عند كده لفترة كبيرة، ونبتدي نشخص المريض ونمشي في الخطوات الطبية ووسائل التشخيص، واحيانا بيتطرق لحاجات اصعب من كده. يبتدي المريض مع الم الظهر والرجل والتنميل، يبتدي يقول لي والله انا ابتدى يحصل لي سقوط في القدم. وده بنعرفه لو هو بيسوق، انا بدوس على الفرامل مش بقدر ارفع رجلي، وكنت هخبط هعمل حادثه. ابتدى وانا ماشي لابس شبشب في رجلي، ابتدى الشبشب يقع من رجلي، ده بيحصل له فوت دروب او سقوط في القدم. مع بعض مع التطور يبتدي يقول لي والله يا دكتور انا بدخل الحمام مش عارف اعمل يورين كويس، مش عارف اعمل بول كويس بطريقه طبيعيه زي الناس. عنده بيسمى ريتنشن اوف يورين او احتباس بولي، ودي من اشد الاعراض، ودي احنا بنسميها للانزلاق الغضروفي الاشارات الحمراء او الريد فلاجز او العلامات الخطر في الانزلاق الغضروفي. علامات الخطر اللي تقول لازم اتدخل على طول، لازم ده علامات الخطر لما حضرتك نوصل لها لازم تدخل emergency بطريقه دي، ده محتاج urgent surgery باحد الوسائل اللي هنتكلم عليها بقى حضرتك بعد كده.
لازم تدخل جراحيا مع برضو مع مصاحب مرات مع مشاكل اللي ابتدى يحصل لي امبوتنس او عدم القدره الجنسيه ابتدت تضعف برضو مع الحاله الطارئه اللي هو دخل فيها. ده بيبقى حضرتك دي شده الشكوى، ودي في الاغلب مع بنشوف اسباب الالام العمود الفقري يبتدي المريض ان هو في الاغلب ده غضروف، ده مع الهيستوري بيبقى ماشي مع الشكوى، ده غالبا غضروف ده اللي هو سبب السقوط في الأدم واحتباس البول وعدم القدرة الجنسية، ده غضروف كبير جدا وفي يعني بنطلق عليه غضروف منفجر، ده محتاج تدخل عاجل. طيب التشخيص بقى ازاي نشخص يعني عشان نؤكد كونفيرم ادوات التشخيص اللي بتستخدم؟ هو بص حضرتك بعد الهيستوري بعد ما ناخد هيستوري ونعرف شكوى المريض نبتدي نتطرق للخطوه اللي بعد كده اللي هي التشخيص. حضرتك انت عارف يعني مفيش مكان مفيش بلد مفيش مركز الا فيه رنين مغناطيسي، ودي بقى اسرع حاجه يعني وفرايتيز كتير في وسائل التقدم في الرنين وحاجات سريعه جدا ومتقدمه بنعمل رنين مغناطيسي، ده اشهر تشخيص بنشخص بيه المريض. في بعض الاحيان لو حضرتك وجع في الظهر بس ومش مسمع في الرجل ممكن نقول يبقى مثلا سببه تقلصات في العضلات سبرين، ممكن سببه التهاب ارثروباسي التهاب في المفصل الفقرات، نقول له لا ممكن نعمل اكس راي عاديه في العادي. طبعا لو في هيستوري اوف تروما او حادث لازم نعمل اشعه مقطعيه على الفقرات القطنيه لان نشوف هل في تزحزح في الفقرات، في كسر في فقره حصل نتيجه الحادث، لازم نعمل اشعه مقطعيه. انما التشخيص الاساسي والرئيسي للالام الظهر المصاحب ليها الام في الرجل مع الاعراض اللي حضرتك قلنا عليها الاشارات الحمراء او الخطره دي لازم نعمل رنين مغناطيسي للفقرات القطنيه. لو رجعنا للصوره بتاعت الرنين المغناطيسي الاولانيه هنشوف بالفعل هنا في دلاله ان في مشاكل. في تمام حضرتك احنا لو بصينا لصوره الرنين المغناطيسي ده بنسميه ساجيتال فيو، منظر جانبي، يبان فيه حضرتك المربعه دي الفقرات والاسود اللي ما بينها ده الغضروف. ما بين الفقره الرابعه والخامسه يبان انزلاق غضروفي منفجر بنسميه مايجريتنج، يعني ساب مكانه التشريح الطبيعي وراح يضغط على العصب في حته ثانيه بعيد. اوكي. في المنظر اللي احنا شايفينه. ده خطر جدا. ده من اخطر الاشارات او العلامات في الرنين المغناطيسي. هيجي لك المريض خدنا الهيستوري عملنا الرنين زي ما حضرتك قلت. ايه طرق العلاج للانزلاق الغضروفي بكل درجاته بقى؟ تمام. هو حضرتك احنا عندنا في العموم في الطب العلاج يا اما علاج طبي دوائي يا اما علاج جراحي. يجي في المنتصف العلاج الطبيعي. علاج طبي دوائي احنا عندنا المعلومه الاساسيه اللي عايزين اكلم حضرتك في الحلقه دي عليها، من 75 ل 80 ممكن توصل 90% ان مرضى الانزلاق الغضروفي القطني بيتحسنوا بالعلاج الطبي كويس الدوائي. يعني حضرتك مش كل مريض عامل رنين او عنده شكوى في العمود الفقري او في الفقرات القطنيه وعنده غضروف كبير او عنده غضروف واتفر وحجمه متوسط اقول له انت محتاج جراح؟ لا. طب انت خدت علاج قبل كده؟ لا لسه ما خدتش يا دكتور علاج. لا، المريض ده في الاغلب من 75 ل 80% هيتحسن بالادويه الا اذا كان عنده الاشارات او العلامات الحمراء الريد فلاجز ان هو محتاج حاجات بتقول انه في حاله خطره. حاله خطره بخلاف سقوط القدم العضلي وعدم التحكم في التبول حضرتك، ما خلاف ذلك بيتحسن بالعلاج الطبي. لذلك امتى نقول المريض ده العلاج الطبي مش جايب نتيجه؟ معانا من اليوم الاول للعلاج الطبي لغايه شهرين او اكتر شويه يمشي على العلاج الطبي والادويه. ولو العلامات الثانيه لا ده الوجع ما بيتحسنش، الاعراض بتزيد مع العلاج، لا ساعتها بيبقى في وقفه، بس على الاقل من اسبوع من 4 ل 6 لشهرين علاج طبي دوائي بروفايدد ان الادويه يكون في ريزلت كويسه، يكون في تحسن مع العلاج. انما حضرتك لا ده في وجع شديد وفي الم بيزيد يوم عن التاني، لا دي حضرتك لازم يبقى فيها وقفه، نزود جرعات العلاج، لا برضو الالم بيزيد، لا يبقى كده لا بنيجي بعد فتره نعدي الفتره دي ونتابع المريض كلينيكال، لا مفيش فود دروب بيحصل، صوت الادم ما بيحصلش مع العلاج الطبي، الموضوع التبول طبيعي مفيش احتباس، لا بنكمل على العلاج. لو حصل في اثناء فتره العلاج الطبي اي من الحاجات دي حضرتك ظهرت
سقوط القدم او الاحتباس او الوجع بيبقى بنقول عليه سيفير انكابسيتيتنج، والم لا يحتمل وبيتزايد. لا بعد كده نتجه ناحيه العمليات الجراحيه. طيب تعال نشوف يعني زي ما قلنا تجاول كده في كل احتمالات الجراحات بالنسبه للانزلاق الغضروفي من ابسط الاشياء الى اقوى الاشياء. من تمام بص نبدا بالابسط. هو حضرتك هو موضوع الجراحه دايما لما يجي لنا المريض جراحه بتلاقي العيله كلها والاسره والمريض في حاله نكد. جراحه تخوف، تخوف شديد، وبنعذره لانه كان في مشاكل في اونه او في عصور كانت بتحصل من العمليات العمود الفقري. بنقول له لا اطمن، احنا عمليه الغضروف او العمليات الجراحيه للعمود الفقري او الغضروف القطني بالذات زيها زي عمليه الزايده في البطن. تطورت تطور هائل من ناحيه استخدام حاجات بما تسمى التدخل المحدود المينيمال انفيزيف، وخصوصا لالام الظهر. في حضرتك بيبقى عيان عنده الم شديد في الظهر، والم الظهر ده مش مصاحب مع الم في الرجل، والالم بيبقى عنيف سيفير باك بين. نعمل ام ار اي ونعمل سي تي الاشعات طبيعيه ما فيهاش حاجه، واحنا بنعمل اكزامينيشن بيبقى سيفير تندر، بيبقى اول ما المس المريض بينط من شده الوجع في ظهره. لا اقول له لا انت الاشعاعات تمام، الدنيا كويسه، انت احتمال عندك فاسيت ارثرو بسيط، ده الموست بروبابل دايجنوزس، انت هتتحسن مفصلي، انت هتتحسن بالتدخل المحدود بالحقن تحت جهاز الاشعه ويتحسن تماما الباك بين. في مريض تاني حضرتك بيبقى عنده حاجه بتسمى البلاك ديسك. البلاك ديسك بيبقى الغضروف ما بين الفقرتين بيبقى ابتدى يحصل فيه ضمور او ديجنريشن، هو مش ضغط على العصب بس الديجنريشن ده عامل سيفير باك بين، الم تاكل الغضروف، عمل الم في العصب شديد. احنا في عصر من العصور البلاك ديسك او الحاله دي كنا بنقولها تثبيت للفقرات. دلوقتي لا، بنقول لا اطمن، احنا بنعمل لك حقن للفقرات. في الاول بتعمل لها كده، بنعمل لها كنا في الاول بنعمل لها تثبيت فقرات بشرايح ومسامير نفس اللي حضرتك شايفه. دلوقتي بنقول لا، احنا البلاك ديسك ده احنا بنعمل له انجكشن ببلازما وبيتحسن، بيرجع نورمال تماما. فدي من ده التدخل المحدود. في مريض تاني بيقول لي والله انا دلوقتي العمليات الجراحيه وفتح وعمليه كبيره، وانه لا في تطور هائل في العمليات الجراحيه، في استئصال غضروف بالمنظار، في استئصال غضروف بالميكروسكوب الجراحي اللي عمل طفره في جراحه المخ والاعصاب في العموم سواء المخ او العمود الفقري. في بعض المرضى بيبقى طبيعه الفقرات عنده بيبقى فيها غضروف كبير وضغط على العصب، ويبقى عنده ضيق شديد في القناه العصبيه، ممكن يبقى على مستوى كذا فقره. المريض ده بنشرح له طبيعه العمليه، بنقول له احتمال او الاحسن ليك، مش احتمال الارجح ليك او الافيد ليك، لا هنعمل استئصال للغضروف ونعمل تثبيت للفقرات القطنيه بواسطه الدعامات المصنوعه من ماده التيتانيوم. وده بيبقى احسن ليه مريض عنده مالتيبل ليفل ديسك وعنده كانال ستينوزس مع ضيق في القناه العصبيه مع الغضاريف، وهنعمله توسيع واستئصال، وسنه عنده 30 سنه، نعمله استئصال لثلاث غضاريف ونعمله تثبيت للفقرات معاها. يقول لي لا انا مش عايز اثبت، اقول له لا التثبيت ده بيحميك مش بيضرك، يعني عشان ترجع انسان طبيعي وترجع تشتغل تاني بوضع كويس وما بقاش فيه اي فرصه يحصل لك ريكرنس للديسك او يحصل ارتجاع للغضروف، احنا نعمل لك استئصال وتوسيع ونثبت الفقرات القطنيه دي. استخدام الدعامات هنا له قيمه مهمه جدا. له قيمه مهمه جدا. له قيمه مهمه جدا، بس حقيقه مش يعني احنا مش بنلجا ليه غير للحالات اللي هي محتاجاه، ومش بنلجا للدعامات او للتثبيت لكل المرضى. المريض اللي عنده سنجل ليفل ديسك غضروف على ناحيه واحده ضاغط على العصب، المريض ده بنعمل له مايكروسكوبك ديسكيكتومي، استئصال بواسطه الميكروسكوب الجراحي، فتحه صغيره بسيطه، يبدا ان هو يرجع في النقاهه بدري، يرجع شغله بدري، وما بنشيلش جزء من الصحيفه الخلفيه من الفقرات غير حاجه بسيطه جدا. فبكل يعني وضوح
التشريح او التفصيل التشريحي للعمود الفقري بيبقى طبيعي تماما نورمال، ما بيجيش ناحيته خالص. واحنا لما وهو يعني بنقول للبيشنت كده ان احنا لما بنفتح ظهرك احنا بنعمل حاجه اسمها ماسل سيباريشن، بنفصل العضلات مش بنقطعها، لذلك بترجع طبيعي تماما. انت مشكلتك في الفقرات وفي العظام، بنحافظ على الوضع الاستابيليتي او الاستقرار بتاعها كويس، ونعمل لك نشيل لك الغضروف ونقفل بطريقه ان احنا لا بترجع لشغلك بدري، وتبقى النقاهه صغيره جدا، ويبقى انسان طبيعي تماما بدون يعني ما فيش حاجه من الماضي. بنقول له كده انت هتبقى في حلم وصحيت منه يعني بالنسبه لعمليه استئصال غضروفي القطني. طيب احنا عطينا الظهر والقطنيه يعني كل حقها، مش عايزين نظلم الرقبه لانه كتير من الناس برضو بتشتكي من الم في الرقبه. تمام. حضرتك الم الرقبه ده يعني ده برضو الم ليه سبيشال كاركتر. الم الرقبه ده مفيش حد ما جالوش الم في الرقبه برضو. اشهر الحاجات هو مسافر في القطر او مسافر مواصله ومش هو اللي سايق ونام، الرقبه تيجي بوزيشن غلط، يصحى من النوم او ينزل نهايه الطريق الم شديد في الرقبه، انا مش قادر، ده وجع شديد. طب ايه اللي حصل لك؟ طب ايه الوضع؟ نومه غلط. احنا زي ما حضرتك اشرت في الصور اللي في الاول، الشيل نشيل القفص، نشيل حاجه على دماغنا تقيله، نشيل مش عارف ايه، الانبوبه، نشيل كل ده. الـ 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 الرقبه دي ربنا خلقها ان هي ليها كاركتر ان هي شايله الراس، وفي ماسلز ماسكه في الفقرات، وضعها ان احنا هي تقوم بالوظيفه دي بس، ما نشيلش عليها اوزان. ده احنا حتى احنا لما حضرتك بنيجي نعمل عمليه في الفقرات العنقيه وليكن كسر في بعض الفقرات، بنعمل حاجه اسمها شده، بنشد الرقبه ليها حسبه، ما نزودش عن الليفل ده او الفقره مثلا الثالثه والرابعه عن وزن معين، لو زودنا ممكن نشد بزياده ونضر الفقرات او الحبل الشوكي. فحضرتك شيله تقيله، نومه غلط، حادث، تعرض لحادث، دي من اشهر اسباب. قد يكون السبب التهاب في العضلات، قد يكون السبب التهاب في مفصل الفقر نفسه، دي من الاسباب اللي بتجيب الم في الرقبه. يعني ايه اسباب، يعني ايه اعراض الانزلاق الغضروفي في الرقبه دي اللي انا اشك فيها؟ اشك ان المريض ده عنده انزلاق. هو حضرتك يعني شكوى العمود الفقري يعني زي الم اسفل الظهر كده، احنا عندك وجع في الرقبه بس ولا في وجع في كتفك وايدك بتنميل؟ لا يا دكتور انا مش قادر امسك الحاجه بايدي، انا في نار في ايدي مش قادر من شده الوجع. الم في الرقبه بس، مش معايا الم في الايد؟ لا ده انا اقول له انا اطمن، احنا كده غالبا ده سببه برضو بالتاريخ المرضي او الهيستوري. لا اقول له اطمن، انت غالبا الوجع اللي عندك ده حاجه بسيطه وهتتحسن بالعلاج الطبي. إيه لا ده في وجع في كتفي، طيب لا ده الهيستوري ده في وجع ليه عدى عليه شهر واثنين وثلاثه. لا ده في وجع وتنميل في ايدي، قد يحدد صوابع معينه، في صابع الكبير، لا اللي جنبه، لا الاوسط، في وجع، لا انا مش قادر امسك الحاجه، اجي امسك المعلقه بتفلت من ايدي. مع الوقت انا البول ابتدى يسيب عليا، في يورين انكونتيننس، لا ده انا المشيه ضعفت، لا ده انا جايبينه العياده شايلينه، لا ده كده في مشكله كبيره في الفقرات العنقيه وفي الحبل الشوكي. لا ببتدي اتطرق بقى ان انا لا لازم ندخل في سبل او وسائل التشخيص لالام العمود الفقري بالنسبه للفقرات العنقيه. ازاي اعالج انزلاق غضروفي عنقي من ظرف رؤي كمان؟ حضرتك نفس طرق العلاج بتاعه العمود الفقري، علاج طبي دوائي وعلاج جراحي. بيعالج برضه معظم الحالات؟ ندي المالتيفيتامينز والتونكس والانتين فلاماتوري. و90% من الحالات بتستجيب 90 من 80 ل 90% من الحالات بتستجيب. في حالات لا معاها ويكنس، معاها تقل، القلب ما بيتحسنش، نبتدي نتجه للجراحات المناظير والجراحات الميكروسكوبيه. نفس القصه فيها طفره هائله وريزلت المريض نفسه مش متخيل ان الريزلت بتطلع كده بالعمليات الجراحيه بالنسبه لاستخدام الميكروسكوب الجراحي. المنظار بيحل مشاكل كبيره في المنطقة. كبيره المنظار، الميكروسكوب بيحل مشاكل كبيره. ازاي بنستأصل الغضروف؟
حضرتك بنستأصل الغضروف، المريض بنجهز المريض بالإشعاعات اللازمة، بنعمله رنين على الفقرات العنقية وإشعاع عادية نطمن على عظم الفقرة نفسه، وندخل عملية معانا جهاز السي آرم أو الإكس راي اللي هو داخل العمليات ده، أهم جهاز بالنسبة للعمود الفقري، أهم جهاز اللي هو الإكس راي السي آرم. بندخل نحدد الليفل بتاع سواء الغضروف من الفقرة الرابعة والخامسة، الخامسة والستة، بنحدد الليفل ونصور وندخل بالآلات الميكروسكوبية الدقيقة باستخدام الميكروسكوب الجراحي أو استخدام المنظار، بندخل نستأصل الغضروف ونبقى متأكدين تماما أن استئصال الغضروف تم بنسبة 100%، في علامات داخل العملية أن احنا استأصلنا الغضروف ده تماما، ونبقى مطمنين. لازم أخرج من العملية أن أنا مطمن أن شد الغضروف، الحبل الشوكي بقى سالك، المريض مفيش اي مضاعفات داخل العمليات خالص. والغضروف ده حضرتك بنستأصله ونحط مكان دعامه او غضروف صناعي مكان الغضروف. العمليه دي اصبحت عمليات امنه لحد كبير جدا. تمام. في موضوع برضه مش عايز نروح النهارده لما نتكلم فيه، لانه موضوع مخيف ومقلق وكتير ما بناخدش بالنا منه، اورام الحبل الشوكي. ناس كتير ما تعرفش ان الحبل الشوكي بيطلع منه اورام. لا، الحبل الشوكي بيطلع منه اورام، واورام الحبل الشوكي يعني هو طبعا موضوع كبير خالص بس هنتكلم عنه في عجاله. اورام الحبل الشوكي بتيجي في اي سن، ملهاش سن معين. في امراض بنسميها كونجينتال بيبقى مولود الطفل بيها، وفي امراض بتيجي تباعا مع السن. امراض الحبل الشوكي اورامه أورام الحبل الشوكي. في ورم على الحبل الشوكي بيبقى ضاغط خارج الغشاء المبطن للحبل الشوكي أو الأم الجافية، في ورم بيبقى طالع من الداخل الغشاء المبطن، في ورم بيبقى طالع من داخل أنسجة الحبل الشوكي نفسه. ودي برضو الأورام دي نتائجها بقت نتائج الجراحة بقت هايلة، والمريض بيتعافى تماما ويرجع إنسان طبيعي. معانا طبعا استخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز قياس نبضات العصب داخل العمليات النيوروسيرجيكال مونيتورنج، ادى ريزلت لينا بنسبه 100% ان المريض داخل في ويكنس او ضعف في رجله يخرج انسان سليم تماما. المريض في بعض المرضى يعني علشان برضه نبقى صراحه، بيبقى عنده تيومر او ورم على الحبل الشوكي والموتور باور الحركه طبيعيه تماما. ده الجهاز المونيتور ده مهم ليه جدا، علشان زي ما دخل بدرجه حركه كامله او رقم 5 زي ما بنسميها عندنا، بيخرج بنفس الدرجه. رقم 5 ده معناها يعني ان درجه الحركه نورمال. كامله. ليها مقاييس. لها مقاييس. تمام، لان عندنا ما بين باراليسيز وويكنس ونورمال في زيرو. زيرو ده يعني بيبقى امله ضعيف. انما واحنا يعني من اول 1 لـ 5 بنبقى او الـ 4 بنجري بالمريض. 5 ده نورمال، لا احنا كده في احسن مرحله، فبنستخدم المونيتور في اثناء استئصال اورام الحبل الشوكي. المريض بيطلع بنفس درجه الحركه وبيبقى كل الاعراض والالام اللي عنده بسبب الاورام دي اختفت تماما. يعني ما هو الشيء الذي تتمنى ان يختلف في عقول الناس في الاسر وفي التصرف الناس اللي بتعاني او عندهم حد فرد في العائله بيعاني من انزلاق غضروفي والام في الظهر او في العنق؟ نقول لهم ان الموضوع بسيط، الموضوع سهل، حله بقى متاح اسهل مما تتخيلوا. يعني الموضوع بقى سهل جدا، التطور العلمي يعني احنا بفضل الله كمان عندنا هنا في مصر احدث الاجهزه. يعني المريض لو عمل عمليه في مصر نفس النتائج لو سافر مكان ما عاوز يروح يسافر، نفس النتائج. عندنا احدث الاجهزه، مفيش جهاز بينزل في اي حته في العالم غريب عندنا هنا في مصر. اذا التخوف ليس له مبرر. لا، ملوش مبرر. تخوف والتاكيل اتخاذ القرار في ان انا اتعالج، والتخوف وابدا اعتمد على المسكنات بس من غير اشراف طبي، ده في منتهى الخطوره. المسكنات هنا لها دور كبير جدا في انها تؤثر على المعده وتؤثر على الكلى. كتير جدا من اللي بيغسلوا كلى كان الطريق بتاع غسيل الكلى بتاعهم هو طريق المسكنات، خدوا مسكنات لفترات طويله وصلتهم لفشل كلوي. فلازم نروح للدكتور، ما نخافش. لو في قرار كان عمليه يبقى اتوكل على الله اعمل العمليه ديت، لان النتيجه بتبقى كويسه جدا طالما احنا دخلنا في توقيت مناسب. لكن ما اقدرش اتوقع نتائج جيده من العمليه لواحد وصل لمرحله باراليسيس، وصل لمرحله فشل، شلل، ضمر العصب وضمره العضلات تباعا له،
ماذا تريد عملية بالنسبة لهذا المريض؟ وكثير من الحالات بتيجي للأسف وهي في حالة تأخر شديد جدا في الحركة اللي هو بنسميها احنا الباراليسيس، ويريدون معجزة. طب ما انت كنت فين وكان في فرص، انت لأخرت نفسك. ده كلام مثير ومهم للغاية. ضيف العزيز الدكتور أحمد علي خليل، أستاذ الاستشاري لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، دكتور جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، عضو الجمعية المصرية لجراحات المخ والأعصاب. نورت وأسعدتنا بهذا الحوار، شرفت الدكتور أحمد بيه، وسعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة والتنوع في الشرح والتفصيل لحاجات كثيرة، وأكدت أن معظم الحالات تتعالج بعلاج دوائي عادي تحت إشراف الطبي طبعا، لكن في حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية. شرحنا كل التدخلات الجراحية سواء بالتدخلات المحدودة أو بالمناظير أو بالميكروسكوب، ولها تدخلات متقدمة كلها فيها درجة كبيرة من درجات الكير بالعيان والجاردنس أجينس، أي مشاكل صحية تضر أي جزء من أعصاب هذا المريض، ده شيء مهم للغاية في عالم جراحة المخ والأعصاب الحديث الآن. خليكوا دايما مع الناس الحلوة.